بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اليوم الأحد 24 من شهر ذي القعدة الحرام لعام 1445 للهجرة. هذه الجلسة القرآنية وسورة الفاتحة نهدي ثوابهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. السور القرآنية التي تبدأ بالتسبيح، وفي القرآن أكثر من سورة بدأت بالتسبيح. فيما يتعلق يعني عندنا سبح ويسبح، تمام كذا وقف علامة. إذا لابد أن نحقق مخرج الضم بشكل جيد، زين، فأقول والأرض عادة طبعا الضاد تخرج من حواف أو حافتي اللسان مع الأمراس العليا، يعني هذا مخرجه، فلازم أنا لساني زين الجوانب حكينه لازم إيش يحتكون بالأسنان سواء يمين شمال واعتبار، إنما وخلص وأوصف اللسان في مكان والأرض زين بدون ارتداد. بس لما يصير ارتداد يصير في الصوت زايد معناها يعني يقول والارض ضق ضق زي القلقل. طبعا الضق ليست من حروف القلقل، تمام، فقط ايش مجرد ان اطلع على مخرج الضاد وامسك لساني عند المخرج فقط، زين كذا يطلع والارض سمع ما لا علاقه بالاسنان، ما اسنان الجوانب الجانبية هو الاضراس، وليس الاسنان الامامية طبعا، نتكلم عن الاضراس اللي عادة تكون بالجوانب. ما لا دخل، ما لا دخل طرف اللسان مع الاسنان كله ما لا دخل، ما لا دخل بحرف الضاد. لا مش مخرجة، انما الاستطالة زين تحرك الطرف لكن ما تحركه الى ان يصل الى الاسنان هاي قدام، لا 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 هاي اللي هو سقف الحرف، فنقول يعني مشكله ما في ثمره تبين داخل الفم، فهذا عموما هذا المفترض يكسب ورا الاسنان في سقف الحرف كذا والارض بس يمسك، تمام. وهو العزيز الحكيم عندنا وهو طبعا روايه وهي اسكان هاي اذا سبقت هو
واو ولا فا ولا لا بعض القراء يسكت يقول وهو لا هو مثل فاطمة، بينما حفص لا يحرك وغيره من القراء يحرك يقول وهو وهو شو تطلع معاي؟ تطلع معاي بتكبير الشفتين، فأقول و هذا طلعت عند الواو وبعدين مكور الشفتين وهو و طبعا بعدين عندي واو مكور الشفتين وهو. بداية مع هذه الصورة المباركة صورة الحشر بعد أن أمضينا وقتا مباركا مع الصورة التي قبلها وهي صورة المجادلة أو المجادلة، وانتهت الصورة صورة المجادلة انتهت بآيتين تتكلمان عن حزب الشيطان، فقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هو حزب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والبعض يربط هاتين أو هذين الحزبين مع نوع من المفارقة وهي الاستجابة لله سبحانه وتعالى، فيه فلاح وفيه خير للإنسان، ويكون مع المنظومة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهو تسبيح جميع الكائنات لله سبحانه وتعالى. وورد في القرآن مثل ما ذكر الله عبد الله أنه سبح ويسبح في اللفظ الثاني، وفي اللفظ الثالث سبحانه كما في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وورد أيضا سبح اسم ربك الأعلى في سورة الأعلى على نحو الأمر فعل الأمر، وهذه على نحو الماضي فعل الماضي سبح، ويسبح في فعل المضارع على نحو الاستمرارية. سبح في اللغة العربية مأخوذة من الحركة بحرية في الهواء أو في الماء، وفي الاصطلاح في المعنى الذي يذكره المفسرون هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، وهذا الفعل كل ما في السماوات وما في الأرض يقومون به. طيب سؤال، مرة ورد في القرآن الكريم ما في السماوات والأرض بس كده العمر، ومرة لا يقول سبح لله كما في هذه الصورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يذكرون أن حينما يذكر ما في السماوات والأرض على نحو الجمع، طيب يعني هؤلاء يباشرون جانب التسبيح كلهم بحسبه، وسنذكر صور من ذلك على نحو الجمع. أما في هذه لا، هناك ملائكة أو هناك مخلوقات أو كائنات تسبح في السماوات فقط، وهناك كائنات أو ملائكة تسبح في الأرض فقط، فهذه شملت الموقعين ما في السماوات وما في الأرض. طيب جانب التسبيح يذكر القرآن الكريم مثلا عن نبي الله داود عليه السلام الجبال والطير يسبح به. طيب من الذي شعر بهذا التسبيح؟ نبي الله داود عليه السلام، كل قد علم صلاته وتسبيحه، في آية أخرى ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني هم يسبحون ولكن لا تفقهون تسبيحه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبح الحجر في يده، اللهم صل على محمد وعلى صل وسلم على محمد وآله، هو يسبح ولكن الذي شعر بهذا التسبيح
هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في الرواية يقول لهم الصادق عليه السلام في من يمارس رذيلة الغناء والعياذ بالله، يعني يستمع الغناء، فيقول عجبت لمن يغني ودابته تسبح، يعني هو راكب من الخيل ولا راكب كذا ومستانس ماخذ الطرق، طيب الدابة تقوم بما أوكل الله سبحانه وتعالى إليها، كل مخلوق له جانب من الإدراك من هذا التسبيح يقوم به. فهذه الدابة أشار أستاذ، نحن نجد في القرآن الكريم هناك عدة أساليب في التسبيح، يعني مرة يذكر الفعل المضارع تسبح أو تسبح، مثل ما ذكر أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار، طبعاً من دلالات الفعل المضارع هو الاستمرار، ويدل على أشياء أيضاً أخرى غير الاستمرار. نلاحظ في هذه السورة أنه جعل الفعل ماضياً أو ماضي، سبح لله، فقال المفسرون أيضاً حتى علماء البلاغة أن هذا أسلوب خبر، يعني الآية اتخذت أسلوب كأنه خبر، تقول لنا أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض زين يسبح، يعني تعطينا نوع من الخبر، يعني كأنه تعطينا إحنا نوع من الدراية والعلم اللي ترى كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبحون. طيب دلالة الفعل الماء يدل على الثبوت وعلى تأكيد الخبر، أن كل شيء يسبح شئت أم أبيت، حتى الكافر يسبح شاء أم أبى ويسبح. لكن التسبيح هنا المفسرون قسموه إلى قسمين، قالوا مرة يصير التسبيح ظاهري تشوفه أنت، يعني في ذكر لللسان، أنك تذكر أي ذكر ينزل الله سبحانه وتعالى، أي ذكر، يعني مش يعني محدد بكلمات معينة، ولذلك تشوفون في أدعية أهل البيت صلى الله عليه وسلم عدة أساليب في التسبيح في الذكر، هذه يشملها التسبيح، يعني مرة أنت تتكلم عن ذكر اذكر الله تذكر الله، لكن مرة تتكلم عن التسبيح، التسبيح يعني كل ذكر ينزل الله، فهو صغير أشمل. فقال المفسرون أن مرة يكون التسبيح ظاهري، يعني في اللسان هو الذي يسبح. المفسرون وعلماء العرفان يقولون أن الإنسان اللي يعي أكثر شيء ظاهر، فلازم أنت تقول له سبح بلسانك عشان قلبه يحضر، لأن الإنسان البسيط إدراكاته مادية، وعشان يحضر الله سبحانه وتعالى فيه لازم هو يذكر الله، يعني يسبح بلسانه مرة مرتين ثلاث، بعدين يقوم هو يستشعر عظمته، لأن الإنسان بسيط. لكن الكائنات الأخرى تسبح حقيقة لله، يعني يمكن يجي كافر هو كافر، يعني سلوكه لا يسبح إلا، لكن كما ذكر الأستاذ عيسى المكونات التكوينات اللي في جسمه تسبح الله، لكن هو يخالف الفطرة، يعني في سلوكه في عقيدته يخالف. فهنا كأن الآية تشير تقول لك أنت أيها الإنسان كل ما خلق الله في السماوات والأرض يسبح الله، لكن ليش أنت الإنسان لسانك يكون عكس ما هو مكون في جسمك، يعني جسمك معدتك نبضات قلبك تسبح لله. وأيضا القسم الثاني اللي قال المفسرون أن التسبيح يسوونه عن لسان الحال وليس هو لسان المقال، يعني بمعنى أن الشمس الله سبحانه وتعالى يجيبها من الشرق إلى الغرب، هذه الحركة لسان حالها هي تسبح، يعني مو شرط أن، يعني العلماء قالوا أن الكائنات ربما تسبح بلسان المقال لكن إحنا ما نستوعب لغتها، لكن في الشيء الأكيد أن حركتها هذه حركة الكون هو تسبيح. كيف يعني تسبيح؟ يعني أنت لما تشوف حركة الطبيعة على طول رأساً تعتبر من هذه الحركة وتقول لا إله إلا الله، يعني هذا يدل على أن الله خالق، يدل على أن الله واحد، هذه الدلالة اسمها لسان الحال، يعني الشمس ما تكلمت لك،
فقط هي جالسة تتحرك وتضيء، القمر يتحرك، لكن أنت لما تشوف حركة الكون تقول لا إله إلا الله، هذا الكون أكيد له خالق، هذه الشمس اللي يوميا تتحرك أكيد لها مدبر. الطير لما تشوفه يجي ويطير ويحصل على رزقه ويعطي الأطفال تقول أكيد للكون هذا رازق، إذا هذا يرزقني، الذي رزق الطير يرزقني. هذا الدلال يسمونها لسان الحال. أيضا هذا من معاني التسبيح. ننتقل للآية الثانية وسأكتفي بسبب النزول، بعدين يشاركنا الليلة الأستاذ يعني جيتها ما شاء الله يعني غالية، فخصص لها إن شاء الله الآية الثانية. في الآية الثانية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننت. في الآية الثانية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. الله عز وجل في الآية الكريمة ينسب هذا النصر على يهود بل النضير وهذا الإخراج إلى نفسه، وذلك بإعادة الشيء إلى أصله، ولئلا يغتر المؤمنون بهذا النصر، خاصة أن اليهود كانوا متحصنين في تلك الحصون وبالحسابات المادية لا يمكن هزيمتهم ولا يمكن الدخول إلى حصونهم، وهذا ما كانوا يعتقدونهم، ولكن ما حدث هو تدبير من الله عز وجل وتأييد من الله، لذلك نسب النصر إلى نفسه، وهذا وارد في كثير من الآيات: إن تنصر الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله، وهكذا. فإذا الله عز وجل ينسب النصر إلى نفسه بإعادة الشيء إلى أصله، وإلا ولكي لا يغتر المؤمن بذلك، ولكي يعلم أيضا المنافقون والكفار بأن وراءها المسلمون من ينصرهم هو الله عز وجل. من أهل الكتاب الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. قد تقول هنا من للتبعيض، يعني ليس بعض أهل الكتاب، فليس كل أهل الكتاب هم من المنافقين ومن الكفار، بل إن هناك من آمن ودخل في الإيمان وبالتالي انتهت صفة أن يكون من اليهود ومن النصارى وأصبح من المسلمين. إذن هذا الحكم وهذا الكلام وهذا الإخراج إنما جرى على المنافقين والكافرين من أهل الكتاب وليس جميعا، فهنا قد تكون من للتبعيض. من ديارهم لأول الحشر، عندما يقول من ديارهم فهنا الآية الكريمة توقع الحسرة في نفوس هؤلاء، فهذه كانت ديارهم وكانوا استقروا فيها وبنوا فيها بيوتهم وأصبحت فيها بساتينهم ومزارعهم، ثم بعد ذلك قضى الله تعالى بإخراجهم من تلك الديار، فإذا خرجوا فهناك هزيمة وحسرة تبقى في نفوسهم طول العمر، لأنهم تركوا ما كانوا يملكونه بسبب هذه التصرفات وخرجوا عنه وأصبح للمؤمنين. لأول الحشر، أول الحشر هنا هي في الأصل الحشر الأول، ولكن جاءت لأول الحشر من إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف، وقد يكون هناك حشر آخر ربما المقصود خيبر أو غيره ما حل بعد ذلك باليهود. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. هنا الحقيقة الإيمان الظاهر بالقوة المادية عند غير المؤمنين، غير المؤمنين يؤمنون بالقوة المادية الظاهرية، الأكثر عدد من الجنود أو من المقاتلون يكون النصر في جانبهم، الأكثر عتادا والأكثر عدة والأقوى سلاحا وهكذا، وبالتالي هذا الأمر يجعل في ظنهم أنهم هم المنتصرون، ولكن بعد ذلك هناك أمور أخرى تغيب عن هؤلاء وتحضر في نفوس المؤمنين، و
فظنوا أنه مانعات حصولهم. إذن هو إيمان بالماديات. وأيضا هنا عبر مانعتهم بالاسم وليس الفعل لثبات الشيء. الاسم يدل على الثبات أكثر من الفعل، فهم لا يعني يساورهم الشك بأن حصولهم هذه سوف تخذلهم وسوف يتم تجاوزها. وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله. لاحظ هنا في البداية قال ماذا؟ هو الذي أخرج الذين كفروا، وهناك مانعتهم حصولهم من الله. فالله عز وجل جعل الحرب بينهم وبين اليهود، وكان الله عز وجل يقول بأن هو الذي يواجه اليهود في صورة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صورة المؤمنين، ولكن الحرب هي للإسلام، وبالتالي هي لله عز وجل، هي حرب لله. الله نسب النصر في البداية وإخراجه إلى نفسه، وهناك أيضا نسب المواجهة بين هؤلاء اليهود وبينهم سبحانه وتعالى. لذلك أيضا فأتاهم الله ولم في قلوبهم الرغبة. هنا نعود ونقول بأن غير المؤمنين يؤمنون بالقوى المادية ولا يؤمنون بالقوى الغيبية، بينما المؤمنون يؤمنون بالقوى الغيبية. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإذا هناك أنزل وقذف في قلوبهم الرعب. إذا أحد الأسلحة التي يهزم الله بها الأعداء. في المقابل في آيات أخرى ماذا أنزل على الذين أنزل في قلوب الذين آمنوا؟ السكينة. إذا لاحظ هنا في المقابل، هنا يخيف الكفار واليهود والمنافقين، وهناك يثبت